صباح الخير مهندسة أمل. صباح الورد، كيف حالك؟ تمام. صباح الورد والأشياء الحلوة اللي عم نشوفها. عم نتعرف على شيء جديد، هو مش جديد، احنا بنشوفه دائما بس ما بنعرف اسمه. اسمه عقربة. هي عقربة اللي بدك يا طبعا هي شلمبرجيرة بس متعارف انها عقربة. هلا احنا بنقول عقربة، الأجانب بيقولوا شرم. والله او الجمبري. شوفي الفرق، بس انه هي شكلها شوي غريب، هلا رح نحكي عنها. وفي لها الوان. هلا شوفي، في شغله في العقربه او في الشلمبرجيره، هي بيقولوا لها، اذا ملاحظه اول وحده عندنا الحمراء، هلا هاي بيقولوا لها هي نوع من انواع الكاكتس او الصبريات. صح، هاي بيقولوا لها الكريسماس كاكتس لانه بزينوا فيها وقت الكريسماس، وهلا بتفتح بهذا الوقت، فمشان هيك هي هلا يعني من احد اسماء. حتى بيقولوا لها كمان ثانكس جيفينج كاكتس، يعني بتعرفي لانهم بعيدوا بهذيك الاوقات. العقربه كثير سهله على فكره، بما انها صبار طبيعي الباقي صار صار سهل، لانه ما بتحب كثير. هلا هي بتحب الرطوبه، هذا الفرق بينها وبين الصبار العادي، لكن برضه كثره الميه على طول بتخربها. هلا حلاوتها هي بتفتح بهذا الوقت، واحنا هلا بحدائقنا نفتقر للشغلات اللي بتكون مفتحه. يعني في ناس عندهم فكره انه ما في صبار بفتح وانه ما في شيء بالشتاء مفتح، وهي الفكره غلط. الصبار او العقربه او الشلمبرجيره هي من الاشياء اللي بتفتح، من الصبار اللي بفتح بالشتاء. فشوفي هو جامع تنتين شغلتين، انه اول شيء صبار عم بفتح، ثانيا بالشتاء. هلا حلاوتها زي ما انت شايفه، هي كل ما كبرت بتجمع نمو خضري وبتصير متهدلة لتحت، فأنتي بتقدري تحطيها بباسكت. هلأ هي معنا، إذا بقدر أرفعها يبين شوفي هاي الطريقة. هلأ هذا كله بنزل لتحت. بما أنه عم نصور بدي أحكي عن طريقة إكثارها. هلأ راح أخذ ورقة منها. تحطيها بمي؟ لا، هاي الورقة هلأ بالعكس ما بدنا نحط بمي. هاي الورقة اللي معي هي زي ما أنتي شايفة ثلاث قطع، وفعلا هي زي الشرم أو زي الجمبري. هلأ هاي بتركها أنا 24 ساعة تنشف شوي، بعدين باجي بغزها في البيتموس دغري. أوكي، على طول. هلأ بعد فترة راح تشوفيها دبلت، لأنه طبيعي هي مش ملهاش جذر عشان يعيشها. إذا شفتيها دبلت اتركيها، بس رش مية اسقاية ما في طول هاي الفترة، لأنه أنا ما عندي برضو جذر ياخذ هاي المية، فبخليها بالبيتموس، بضل أرشرشها مية خفيفة طبعاً ما بعبيها. لما يتبلش تعطيني إشي جديد، تحسي إنه هي عم تعطي خضار جديد، على طول اعرفي إنه صار لها جذر. فبتصير تسقيها وراح تعطيكي نبتة جديدة. بس غريبة طريقة تشتيلها. غريبة وسهلة، يعني صراحة من أسهل الأشياء اللي ممكن تشتليها. بتفسخ يعني بيطلع جنبها ولا بس بالعرق بالطول بضله؟ لا، هلا هي اولها طبعا رح يضل بالطول. ويعطيكي الورق نفسه، بعدين مع الوقت كل ما كبرت النبته بتصير تعطي. وهذا اللي كنت عم بحكي ديالا، مزبوط كلامك. هلا هاي اللي معنا النبته اللي انت شايفتيها، هلا رح تضل مزهره خلينا نقول لشهر واحد، بيروح الازهار تبعها، بترد بعدين تعطي مجموع خضري كتير كبير، يعني بتصير تعطي، بتتفاجئ بسرعتها بالصيف بس بدون ازهار. بتضلها خضرة. بتضل خضرة. هلا بعد هيك للسنة اللي وراها على خير بترد ترجع بالشتاء بتعطيني ازهار. يعني انه اذا اجتنا هدية او اشتريناها هلا وراح الزهر بعد الشهر الجاي ما كبر بالضبط، بتضلها بتعطينا خضار واشي حلو هيك بالبيت. بعدين حتى اذا هلا المشكلة بدي اقول لك بالحديقة، هي بالصيف ما في مشكلة معها بالحديقة، لكن بتعيش بحديقة الصقيع. الصقيع بيأثر عليها. ساعتها يعني لما يجي البرد، يا انه بنغطيها يا انه بدنا نشيلها. اذا في مجال مثلا، اذا عندي ترس بقدر افوتها جوا. انت بتحكي انها ممكن تعيش برا بقوار، بالارض بتعيش؟ بالارض ممكن، بس بقول لك انه اذا اجى صقيع قوي ممكن اخسرها. فيفضل انه نحطها بقوار، او اذا عندنا استعداد نرجع نخلعها برضه بصير. طب مهندسة أمل، ايش بنشوف منها الوان؟ احنا هون شايفين الزهري. هلا هي درجات الزهر كلها والاحمر اكثر شيء، ما في الوان زي ما قلت لك. هي كريسماس كاكتس، يعني مخصصينها بهذا الاسم لانه الاحمر كثير كومن لها، عرفتي؟ يعني عندي هلا في ازهار، شو اللي بصير هو على طرف الورقه بتعطي هذا البرعوم الزهري، ببلش مسكر، ومعنا هلا على الكاميرا راح يبين انه في براعم مسكره وفي شيء مفتح. هلا اهم شيء بهاي النبته موضوع التصريف، اذا بدي احطها بقوار بده يكون تصريف المي قوي، لانه المي اذا بركت بالقوار حتصفي تعفن النبته، فهاي نقطه كثير مهمه. اذا حابين نسمدها مش غلط،
واحنا دائما بنقول النباتات الداخليه مره بالشهر بكفيها، والعقربه من النباتات اللي مره بالشهر برضه بكفيها. هلا الحلو بالعقربه انه متهدله، فمشان هيك بقدر احطها بسله. هلا السله اللي معي انا مش معلقه، بس لو احنا تخيلناها بهاي الطريقه ممكن نعلقها. على فكره في الثانيه كمان اللون الزهري الغامق كتير حلو منها. وبس يعني بتقدري انت تحطيها، اهم شيء بالبيت اذا بدي احطها ما تكون وراء شباك مباشره، واحنا هاي النقطه بشكل عام يعني ما بدها منحذر منها، بدها ضوء، بدها ضوء بس مش شمس مباشرة. ما بدها شمس مباشرة، وكل النباتات ما بدها شمس مباشرة. النباتات المزهرة طبيعي بشكل عام بدها ضوء أكثر من النباتات الخضراء. فخلينا نعطيها إضاءة للعقربة بس ما نعطيها الضوء المباشر، لأنه إذا إجى عليها شمس مباشرة وصار ورق، خاصة إذا ورق الأزاز، الأزاز بصير زي عدسة مكثفة، بتصير تحرق الورق، بتصير عليها زي الطبع صفرة. بكون من الشمس لما إذا شفنا على هاي العقربة بتصير تنحرق، نعرف إنه من هلأ. إذا صار خلل بالمية ممكن توقع هاي الزهور الحلوة اللي إحنا عم نشوفها، فإحنا لازم ننتظم بموضوع ريها. بين الرية والتانية معلش نخليها تعطش شوي، يعني مش ضروري تضل طول الوقت تربتها رطبة. إذا عطشت بتكون بتشد أكتر معنا، طبيعي صبار يعني بترجع عادي ما في مشكلة. ما في مشكلة. سماد ما سماد، قلت لك السماد مرة بالشهر خلصت. وسهلة سهلة سهلة، بس المشكلة أنه في ناس بتتضايق لأنه في نباتات بتزهر مرة بالسنة، فبتقول لك لا أنا ما بدي إذا هيك، يعني unless هي كان عندها مناسبة معينة حابة أنها تجيب النبتة، بس بعد هيك بدها تعرف أنه بس خضار لا سيزن الجاي أو للشتوية الجاي. كتير حلو. نتعرف على نبتة تانية. نعم، اللي هي البريميولا. بريميولا. أو البريميولا اللي هي هدول. هلا البريميولا إشي برضه شتوية، هاي برضه شتوية وحلوة. هلا البريميولا إذا بتقرأي عنها بقولوا لك إذا بنتي حابة تزرعيها بالأرض بالحديقة ازرعيها طول الشتاء، بتضلها عندك عايشة، بعدين بالربيع خليها تحت شجرة متساقطة. ليه؟ لأنه تساقط الورق بالشتاء فبتاخذ الضوء اللي هي بدها إياه كزهرة كنبتة مزهرة، وعلى الصيف بتبلش لما تبلش الشجرة اللي فوقيها تبرعم وتعطي خضار بتكون عم بتبلش تتغطي بالبريميولا، فبتضل بالصيف موجودة، عرفتي؟ بس برضو بتضل خضار، وهي نقطة مهمة. هلأ صراحة عشان نكون برضو صريحين أكتر، البريميولا شوي روحها خفيفة، بدها عناية زايدة. حتى إذا بتمسكي ورقتها ديالة، ورقتها كتير رقيقة وبتحسي إنه في بالورقة مية كتير، فإذا أخذت مية زيادة أول شيء رح يصفر الورق اللي من تحت طبيعي، ورح تعفن النبتة، رح تبلش تدبل لتحت، شمس مباشرة ما بدها، سماد مش غلط بسمدها. لاحظي أنت قديش في عليها ورق، يمكن نسبة الورق عليها أكثر من الزهر، بس برضو إشي مش بحسها ربيعية، مش حسستها شتوية. هي بتحسيها ربيعية بس لا، هي الأصل إنها نبتة هلأ شتوية. زي ما قلت لك الحلو إنه هلأ بقدر أزرعها بالشتاء، بقدر أحطها برا، بس منخاف مرات من الصقيع. هاي هي، حتى إحنا أصلاً الصقيع بخوفنا لنباتاتنا القديمة والكبيرة، وإحنا العام نضرب عنا نباتات تفاجأنا، يعني نضرب عنا كتير نباتات، يعني نبتة اسمها الهيبسكس انضربت بطريقة عنيفة كتير. المجنونة كتير مجانين ماتت وبحجم كبير. كتير مجانين ماتوا. المجنونة قصدي. فإحنا عشان بنحكيها دائما هيك. يعني بدنا نكون حذرين من موضوع الصقيع، مش البرد، هذا البرد ما بخوف، بس الصقيع هو اللي بخوف. بس إذا بتحبي تحطيها جوا البيت كتير حلو. بس بتعيش جوا البيت بس ما بدها دفى كتير. هلا شوفي بالضبط. البيوت اللي دافي كتير. اللي كتير دافي نحاول نحطها بمكان شوي برد. ونحاول ما نحطهاش، بنرجع وبنقول هلا احنا في نقطه هون مهمه، انا عم بحكي لك ورا الازاز، بس احنا هلا بشتاء، يعني ازازنا قد ما كانت الشمس مش حتكون حاميه، فمعلش يعني لو خليناها شوي بعيد عن الازاز واخذت هذا الضوء. طب معلش اسالك سؤال بالنسبه للبيوت الازاز. خلينا احنا بنقول انه الواحد لما بده ينعش نبته من اللي بيعيشوا جوا البيت، وخصوصا هلا بفصل الشتاء، يحطها ورا الازاز عشان شوي باخذ الشمس بالدفى. انه في نباتات ما بتحب البرد، وفي نباتات ما بتحب كتير الدفى، فورا الازاز يمكن مناسب هلا اللي عنده اي نبته بعطي دفى، خاصه اذا البيت مش دافي. بالضبط، يعني هلا الشمس احنا دائما حتى بالصيف بنقول شمس الصبح وشمس آخر النهار باردة، يعني ما بتأذي النباتات كتير، لكن زي ما تفضلتي هلأ بقدر أنا إذا بيتي برد
وعندي خلينا نقول برندا بفوتها شمس، بيكون احسن محل ممكن احط فيه نباتاتي اذا انا خايفه عليها من البرد، اذا كان البيت بارد. هلا اذا كان دافي هاي كمان مشكله لبعض النباتات، يعني في ناس للاسف شو بتعمل، بتجيب النبته بتخاف عليها بتحطها جنب الروديتر، هاي هنا حرام. يعني انت عم بتعيشيها بجوين كتير مختلفين، والحراره العاليه برضه ما النبته ما بتحبها، لا يعني بتحب الإشي الملائم لإلها. هلا احنا البيوت البلاستيك او الازاز اصلا بالنباتات بالتكبير بنستعملهم عشان نسرع نمو النباتات، وبالصيف ما بنستعملهم، احنا بنستعملهم مينلي بالشتاء عشان يعطوني نمو جديد. ف كثير بنصح بالبرميولا، بنصح اكثر بالعقربه لانها كثير بتتحمل. وبحب احكي كمان يعني شغله عشان هاي وراءها ناعمين ما بتتحمل زي ما قلت لك، هي بتحسيها رقيقه، موضوع المي كثير بياثر عليها، يعني إذا زادت ميتها سهل تعفن، سهل يصفر الورق. وأول إنديكيشن لموضوع زيادة المي لازم نعرفه اصفرار الورق، لكن مش اصفرارها بعروق خضراء، أو اصفرار كامل بتحسي إنه الورقة كلها صفرة، معناته أنا في عندي زيادة مي. هلأ في نقطة تانية كمان مهمة، إذا طرف الورقة بصير بني عشان ما يصير خلط عند الناس، إذا طرف الورقة بصير عليه زي حرق أو نشفان بيكون عدم انتظام بالمي، وهذا الفرق بين النقطتين. هلا الاصفرار هو زياده، الاطراف بتكون انه يعني صار انه انا مثلا والله اليوم عطشت بكره بسقيها، كل ما بفضى بسقي، مش انه انتظام زي ما انا عم بعمل بالنباتات اللي عندي بالبيت. مهندسه امل، صحيح الورد لونه غامق بنموه ابطا؟ مش نموه، سبحان الله، عاده اللون الافتح بفتح اسرع، بفتح اسرع وقوي هقوى بقولوا. يعني مثلا اذا عندك ورده نباتات هذه بتنحط بيطلع فيها ورده ملونه وحده لونها ابيض زي هاي شو اسمها المارغريتا، المارغريت فتلاقي لونها ابيض بتكون مهيشه، واللون الوانه شويه هيك بتلاقيها ضعف. هلا يعني صراحه علميا انا ما بعرف، زراعيا بس زراعيا انا بعرف انها بتفتح اسرع. هلا انت ممكن بالنسبه لك تفكري انه النمو بالضبط، بس هو فعليا تفتيح. بيكون التفتيح اكثر. اوكي عرفتي. هلأ أنا بحب كتير أحكي نقطة إنه يا ريت هلأ نزرع، إن إذا منلف بالسوق حنلاقي نباتات مزهرة كتير حلوة. إحنا جبنا قبل هيك السايكلمن، كتير بحب أذكر فيها، أو اللي هم قرن الغزال بقولوا لها، ألوانها رائعة. منحب هلأ بتحبي تزرعيها برا بسير، جوا ما بتزبط لأنه دفى، بغض النظر البيت مدفى أو لا ما رح تزبط معك، لكن ممكن لفترة معينة أسبوع لمناسبة معينة تفوتيها وترجعي تطلعيها. في عنا كمان أشياء هلأ القرنفل الصيني لسه مفتح عنا، في عنا الورد الجوري هلأ برضه اللي مستورد كتير حلو وبنقدر نزرعه. ففي عنا شغلات هلأ كتير هلأ بلش البانسي، إذا الناس عم تسأل عن النباتات اللي هي المزرعة هلأ، فبقدروا يزرعوا البانسي، لأنه البانسي هلأ بيعيش من هون لا خلينا نقول أول الحم، إذا حمي الجو ما بتحمل. فهي الشغلات اللي بحب انه يعني احكيها، انه اذا بحبوا هلا يزرعوا بهذا الوقت، وخاصه بتعرفي اعياد فبتحب الناس انه تجدد وتحط شغلات جديده حلوه. لو جبنا بانسي حكينا عنها هلا وقتها، قصدك انت البانسيتا؟ بانسيتا حكينا اياك العام بس برضه بتعرفي الناس بانسيتا لوقتها، لانه في ناس ما بيشوفوا وفي ناس ممكن شوفي نحن من كمان لما نحن نحكي الاسم مش كثير رح نعي، اذا بتحكي لي اسم ورده ولا يمكن اتذكرها، لكن بس اشوفها دغري بحكي لك على طول. هاي هي. وبشوفي في طبعا اكيد في ناس بيجيبوها كل سنه، لكن برضه بحبوا دائما يسمعوا، ودائما في معلومات جديده ديالا. يعني صحيح حكينا يمكن عنها، لكن ممكن نرجع نحكي لانه بدنا نحكي تعرفي شو علشان نذكر انه هاي بتضلها للسنه الجايه، يعني اللي بيجي السنه يضبها، وطريقه حفظها مهمه. بتتخيليش شو في ناس عندهم البونسيتا هيك وكبيره وبترجع بتحمر بالزبط. بهذا الوقت فبدنا نحن منك الحلقه الجايه انت والمشاهدين كيف نرجع البونسيتا بالذات كيف نحفظها نحفظها كيف ندير بالنا عليها عشان نضلها السنه اللي وراها. يعني شغله مش صعبه وفعلا مش غلط ان نحكي فيها. نصيحه هيك منك للي بحبوا يزرعوا زي العقرب؟ والله نصيحه بحب كثير اركز على موضوع التصريف، لأنه موضوع التصريف إحنا دائماً بنحكي عنه بالصيف، لكن هو فعلياً أهم بالشتاء. يعني أنا أواري يفضل يكون في فتحات تصرف المي لزيادة للنبتة. في حالة أنا مش قادرة أحط فتحات بهذا الأوار تصرف المي، بقدر أحط، دائماً بقول مش بقدر، يفضل أحط طبقة حصمة تحت وطبقة منيحة مشان المي لما بتنزل
ما تكون نازلة على البيتموس، ما يعفن قواري. لما بتنزل بيكون في تهوية تحت، أولا في هواء، وثانيا في بين الحجار في مكان المية تضل فيه. كثير من حذر من موضوع المي بالشتاء للأسف، الناس حتى بالداخلي بتصير رش، بكفي رش. هلأ بصير رش، لكن هو الرش بالصيف يعني يفضل أكثر. لكن خلينا ننسى النباتات الداخلية. يعني هلأ أنا ما بعتقد في نبتة في بيتنا محتاجة مي إلا كل 10 أيام. كل 10 أيام. في ناس بتسقي من تحت القوار، كتير حلو، بس إذا كبيرة ما بتقدر. ما بتقدر يعني هلأ زي نباتات الصغار هدول. هدول الصغار بالعكس هاي أحسن طريقة لسقاية. حطيهم بس مش بخليها على طول. وانس المية من فوق، يعني هلأ أنا حطيتها وشربت المي، لما من فوق التوب تبعها بحسه إذا صار عليه مية خلص بشيل المي، أخذت حاجتها، مش بخليها بالمية وبتركها لأنه على طول راح تعفن. صح. فموضوع التصريف كتير كتير، وموضوع المية ما نزيدها على نباتاتنا الداخلية في البيت حتى لو البيت دافي. هلأ أكيد التبخر فيه راح يكون أكتر، لكن المية كتير. أنا بقول النبتة دايما اللي بقتلها كتر المية بالضبط. يعني هذا إشي مني مش إشي علمي، يمكن أكون صح أو غلط، لكن دايما النبتة إذا بتعطش أهون ما تاخذ مية كتيرة. حلو كتير، ننصح إنه الناس يحط دايما عرق أخضر جوا البيت، كتير كتير حلو، بيعطي تفاؤل، بيعطي حلو كتير. ودايما أنا بقول سبحان الله، إحنا عشان بناخذ البيوت ونعمل بلش نعمل ديزاين الحديقة، صدقيني فرق بين البيت قبل الزراعة وبعد الزراعة. يعني بتحسي إنه عن جد زي ما بقولوا بالعامية، العرق الأخضر بعطي حياة، بعطي حياة. ومش ضروري واحد يكون عنده جنينة ولا يكون عنده فرندا، ممكن لا. واحد يحط على قدام طاولة المطبخ. أكيد. على طاولة أوضة القعدة يحط له أقول لك ريحان ونعنع وزعتر على شباك المطبخ، كتير حلو بجنن. إن شاء الله كل أيامكم بتكون خضراء يا رب. وشكرا مهندسة أمل. شكرا ديالا. شوف الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعطيك العافية.